السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نبدأ اليوم إن شاء الله في لاب 1 عندكم على اللي هو شابتر الأري. أوكي، لاب 1 خاص بالأري. سؤال أول، سؤال سهل جدا ولكن مهم إن إحنا نكون فاهمين الأساسيات حقت الجافا وبالتحديد حقت الفور لوب. إيش طلب مني السؤال؟ طلب مني اكتبي لي جافا بروجرام، برنامج بلغة الجافا، يبغى يطبع لي تراينجل، يطبع لي المستطيل. أوكي، يكون هذا المستطيل يمثل لي الشكل التالي من الستار، من النجوم. يعني باختصار يبغاني اكتب برنامج يسوي لي هذا الاوتبوت اللي هو هذا الشكل. اول حاجه راح نسويها، انا مهم اعرف كم عندي من صف، كم عندي من صف. اعد هذا الصف الاول، 1 2 3 4 5. اذا انا عندي 5 صفوف. تمام، عندي 5 صفوف، معناته انه اصلا لما يكون هذا الشكل عندنا، يعني مجموعه من الستار، انا احتاج 2 فور لوب، احتاج 2 فور لوب. الفور لوب الاولى نحط ببالنا ان الفور لوب الاولى اللي هي تكون فيها الصفوف، يعني تحسب لك انه الصفوف، انا عندي 5 صفوف، اذا راح تسوي لي 5 صفوف. تمام، طيب الفور لوب الثانيه ايش راح تكون تسوي لي؟ راح تسوي لي نجوم. يعني اول شيء نجمه واحده، ثاني مره نجمتين، ثالث مره 3 نجمات، بعدين 4 نجمات، بعدين 5 نجمات. كيف راح نسويها؟ راح نشوف الان سوا. شوف معي هاي الحل. اوكي، طبعا راح نطبقه بشكل عملي في البرنامج، بس اول شيء خلينا نفهم. يلا نبدا هنا الفور الاولى. بس اول حاجه مفروض احنا نفهمها ونحطها ببالنا ما ننساها، انه الاقواس، الفور الاولى هذا هو قوس بدايه حقها وهذا قوس النهايه. الفور الثانيه، عشان بس ما نتلخبط، الفور الثانيه هذا قوس بدايه وهذا قوس النهايه. اوكي، واحنا نبغى نسوي هالشكل. يلا نبدا. وش عندي انا؟ هذا الفور الاولى. احلى شيء عشان نفهم برنامج نحط، اوكي، عندي اي، كم الاي ينوف؟ الاي عندي بواحد. تمام، يلا، هل الواحد او الاي هذا اللي هي واحد، هل هي اقل من او تساوي 5؟ صح، الواحد اقل من. طبعا معروف فور لوب كيف طريقتها، اول شيء هذه، بعدين نتاكد من الشرط، اذا كان الشرط ترو اذا راح ادخل جوا البودي حق الفور. بعد ما اخلص كل البودي، يعني هذه فور الاولى، اوكي، بعد ما اخلص كل البودي حقها من قوس البدايه لحد قوس النهايه، وقتها لما اخلص بودي راح ازيد الاي، يعني هذا اخر شيء. اوكي، اول شيء هذا، بعدين نشوف الشرط ترو، راح ادخل ونفذ كل بودي، خلصت البودي راح ازيد. اوكي، هذا هو طريقه. تمام، فالان يلا سوا نحط طريقه. يلا انا عندي الحين الاي بواحد، هل الواحد اقل من او تساوي 5؟ صح، الواحد اقل من او يساوي 5، اذا راح ادخل هنا، راح ادخل على الفور الثاني. وش عندي؟ عندي الجي، نحط كم الجي بواحد. طيب هل الجي اللي هي واحد، اوكي، يعني هنا عندي شرط، هل الجي اقل من او تساوي الاي، كم الجي بواحد؟ هل الواحد اقل من او يساوي الواحد؟ صح، ترو، صح، اذا راح ادخل جوا الفور الثانيه. اذا هذا الشرط ترو حقها، اذا راح ادخل جوا البادي حقها. ايش اطبع؟ راح اطبع ستار، فراح اجي هنا اطبع، احطها باللون الاصفر، راح اطبع هنا ستار. تمام، طبعنا. الان خلصت البادي هذا حق الفور الثانيه، اول ما اخلص البادي حق فور معينه راح ازيد حقها. يعني انا خلصت البادي حق الفور الثانيه، اذا راح ازيد هنا، راح تصير الجي بكام بنات؟ راح تصير الجي ب2. اوكي، تمام، الان الجي طلعت ب2. طبعا ابتل ارجع هي فور، يعني هي تكرار، فراح ابتل ارجع لها لحد ما تصير فولس. كم الحين الجي؟ الحين الجي طلعت ب2. اوكي، الجي طلعت ب2 والاي لحد الان 1. اوكي، هل الجي اللي هي 2 اقل من او تساوي 1؟ لا، خطا، فولس، 2 مش اقل ولا هي تساوي 1. فراح اذا راح اطلع، بما انه هذه فولس، اذا راح اطلع من هذه الفور. اوكي، راح اطلع منها، خلاص لما هنا اطلع منها، طلعت منها. ايش عندي هنا؟ عندي هنا برنت ان، يعني برنت، يعني نسوي لي نيو لاين، فراح يجي مؤشر هنا، سطر جديد كان هنا صار هنا. تمام، اوكي، حلو. الان شو نسوي؟ ركزوا معي بنات. الان اوكي، انا وصلت عند اخر الفور الاولى، خلصت البادي حق الفور الاولى. اوكي، فاذا راح ازيد مين؟ راح ازيد الاي، راح تصير الاي بكم؟ ب2. وهذه هي النقطه المهمه، لما ازيد الاي خلاص الجي ترجع تصير ولا شيء، ما عندها قيمة، هذا كله يروح، ما تصير قيمة الجي 2. لا، ليش؟ لأنه أنا الحين زدت الآي، صح؟ كم صار الآي يا ناس؟ 2. أوكي، زدنا، إحنا تلخبطوا معي، شوفوا معي، الحين الآي كان ب2. أوكي، انسوا هذا كله راح، خلاص الآي الحين كان ب2. تمام، الآي الحين ب2، أجي سوري، الآي الحين ب2. يلا، هل 2 أقل من أو تساوي 5؟ صح، ترو. أوكي، إذا راح أدخل هنا جوا الفور الثانية. الان لما اجي عند الفور، خلاص انا الحين اول مره دخولي الفور، صح، انا هذه اي ثانيه. اوكي، فالان الجي هل راح تبتل 2؟ لا، هنا انا هيئتها مره ثانيه، عرفتوا؟ يعني دائما الفور الداخليه، اوكي، كل ما ادخلها تتهيئ مره ثانيه، ما تصير الجي ب2، لا، خلاص الاي هذه اي جديده،
هذه اي جديدة، إذا الجي راح تتصفر، عرفتوا؟ يعني الجي راح ترجع كم؟ واحد. أها واحد. يلا هل الجي أقل من أو تساوي الاي؟ أشوف الجي عندي بكم؟ بواحد. والاي عندي بكم؟ باثنين. لحد الآن ما خلصنا، يعني ليش هذيك مرة طلعت هيئة؟ لحد الآن إحنا ما خلصنا الاي، يعني ما طلعنا منها، ما طلعت فولس، فور الحين قاعدة. كم الاي عندي أنا؟ الاي عندي باثنين. هل الواحد أقل من أو تساوي اثنين؟ صح، ترو. إذا راح أطبع هنا البادي، هذا ترو. إذا راح أدخل جوا البادي راح أطبع مشو ستار، فهنا طبعنا ستار. طبعت الحين خلصت البادي، راح أزيد مين؟ الجي. كم راح تصير الجي؟ راح تصير الجي باثنين. حلو، اثنين. يلا أسوي الشرط هنا، خلاص زدنا الجي طبعنا، بعد ما خلصت البادي راح أزيد الجي، أرجع لحد ما تصير فولس. هل الجي اللي هي اثنين الآن، هل هي أقل من أو تساوي الآي اللي هي أصلاً برضو اثنين؟ صح صح، ترو، اثنين أقل من أو تساوي اثنين. فراح أطبع مرة ثانية وشو؟ الستار. هذا ترو، إذا راح أطبع البادي، راح أطبع ستار. طبعنا خلصنا، خلص البادي، راح أزيد مين؟ الجي. أوكي، راح يصير الجي بكم؟ ثلاثة. هل الجي اللي هي ثلاثة أقل من أو تساوي الآي اللي هي اثنين؟ لا، فولس. ثلاثة مش أقل من اثنين ولا تساويها، فولس. إذا راح أطلع راح أسوي هنا نيو لاين، راح يجي مؤشر وين؟ هنا. سويت الآن نيو لاين، صح، خلصت البادي حق الفور الأولى، إذا راح أزيد الآي. كم راح تصير الآي؟ راح تصير الآي الحين بثلاثة. تمام تمام. الآن لما طلعت الآي بثلاثة، طبعاً نمسح كل هذا، أوكي، عشان ما نتلخبط. أوكي، الآن نجي الآي الحين كم صارت؟ ثلاثة. فرح نبدأ من أول وجديد. أوكي، الآن الآي بثلاثة. هل ثلاثة أقل من أو تساوي خمسة؟ ترو. فرح أجي الآن الآي جديدة، فالجي ترجع، كل ما أنا رجعت لها من جديد راح تترف، يعني تسوي ريفرش في الآي. فهمتوا؟ هذا لا، خاص الآي الحين جي بواحد، رجعت. هل الجي اللي هي واحد أقل من أو تساوي الآي؟ هل الجي اللي هي واحد أقل من أو تساوي الآي اللي هي ثلاثة؟ صح، ترو. فإذا راح يطبع لي ستار. أوكي، بعدين طبعنا الحين شو نسوي؟ نزيد الجي. كم صارت الجي الحين؟ راح تصير عندي الجي باثنين. هل الحين الجي كم؟ باثنين قلنا. هل الجي اللي هي اثنين أقل من أو تساوي الآي اللي هي ثلاثة؟ برضو ترو، فراح يطبع لي ستار. تمام، أوكي، فهمتوا؟ فهذه الفور الداخلية هي تسوي لك عدد الستار، بينما الآي اللي هي خمسة تسوي لك الأسطر. أوكي، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أو الصفوف يعني. تمام، فأجل الحين شو سويت؟ أنا طبعت الستار، طبعتها خلصت. إذا راح نزيد مين؟ الجي. كل ما أطبع، كل ما أخلص البادي، أوكي، راح أزيد الجي، فيصير كم؟ ثلاثة. هل الجي أرجع؟ كل مرة راح أرجع لحد ما يصير فولس. هل الجي اللي هي ثلاثة أقل من أو تساوي الآي اللي هي ثلاثة؟ صح، ترو. الثلاثة أقل من أو تساوي الثلاثة، ترو. فإذا راح أطبع برضو إيش؟ ستار. طبعنا ستار، طبعنا خلصنا هنا، خلصت البادي حق الفور الثاني. إذا راح أزيد مين؟ الجي. فكم راح تصير الجي؟ راح تصير الجي بأربعة. هل أربعة اللي هي الجي أقل من أو تساوي الآي اللي هي كم؟ اللي هي ثلاثة، فولس. إذا إيش راح أسوي؟ راح أطلع من هذه الفور، فولس. إذا راح أحس فولس، إذا راح أطلع من هذه الفور راح أسوي نيو لاين، راح يجي مؤشر هنا. جاء المؤشر وين؟ هنا. اوكي، خلصنا، سوينا نيو لاين، خلصنا، خلص البادي حق الفور الاولى. اذا راح ازيد مين؟ راح ازيد الاي. راح تصير الاي بكم؟ أربعة. اوكي، راح تصير الاي بأربعة. والان شو نسوي؟ نمسح كل هذا عشان ما تلخبط. اوكي، الحين الاي بكم؟ أربعة. فاذا الاي بأربعة، أربعة اقل من او تساوي خمسة، ترو. راح اجي هنا الجي راح ترجع واحد، عرفتوا؟ الحين جي واحد. هل الجي اللي هي واحد أقل من أو تساوي أربعة اللي هي الآي؟ صح، تروف، راح يطبع لي ستار. بعدين راح يزيد الجي، راح تصير اثنين. أوكي، هل الجي اللي هي اثنين أقل من أو تساوي الآي اللي هي أربعة؟ يعني هل اثنين أقل من أربعة أو تساوي؟ صح، تروف، راح يطبع لي برضو ستار. خلصنا، يرجع يزيد الجي. كم تصير الجي؟ تصير جي ثلاثة. هل ثلاثة أقل من تساوي أربعة؟ تروف، راح يطبع لي برضو ستار. أوكي، بعدين طبعها، راح يزيد الجي، راح تصير كم؟ أربعة. هل الأربعة الجي اللي هي أربعة أقل أو تساوي آي اللي هي أربعة؟ صح، ترو، أربعة أقل من أربعة، فحطبع لي برضو ستار. أوكي، طبعناها، إيش راح يصير؟ راح نزيد الجي، راح تصير خمسة. هل الجي اللي هي خمسة أوكي أقل من أو تساوي الآي اللي هي أربعة؟ لا، فولس. هذه الحالة راح أطلع من بدي، أوكي، وراح أسوي نيو لاين، راح يجي مؤشر هنا. أوكي، جاء الحين سوينا نيو لاين، خلصنا الفور الأولى. أوكي، فراح أزيد الآي، راح تصير عندنا الآي بكم؟ بتصير الآي بخمسة. أوكي، فحاليا الآي عندي بكم؟ الآي عندي بخمسة، عشان نحطها هنا عشان بس ما نتلخبط. هنا الآي طلعت بخمسة، والجي إيش راح يصير فيها؟ هل راح تقعد خمسة؟ لا، راح تتصفر. يلا الآي الحين خمسة، هل خمسة أقل من أو تساوي؟ في تساوي خمسة، صح، ترو، راح يدخل هنا الجي. الآن راح تصير واحد مرة ثانية، عرفتوا؟ كل ما حنا غيرنا قيمة الآي راح تغير الجي، كم تصير؟ واحد. أوكي،
هل الجي اقل من او تساوي الاي؟ الجي عندي بواحد، هل هي اقل من او تساوي الاي اللي هي خمسة؟ صح ترو. اذا راح يطبع لي، طبعا احنا طبعنا كل ذول الستارات طبعناهم قبل، اوكي، فاذا راح يطبع لي ستار، تمام طبعها، طبعت ستار، اذا راح يزيد الجي، كم راح تصير الجي؟ راح تصير الجي باثنين. يلا هل الاي الجي اللي هي اثنين اقل من او تساوي الاي اللي هي خمسة؟ برضو ترو، راح يطبع لي كمان ستار. طبعت راح ازيد الجي، راح تصير ثلاثة، هل ثلاثة اقل من الاي اللي هي خمسة؟ ترو، راح يطبع لي ستار. طبعت اول ما اطبع خلص البادي حقي هذه راح ازيد الجي، راح تصير كم؟ أربعة. أربعة اقل من خمسة؟ ترو، راح يطبع لي كمان ستار. اوكي طبعت، اذا شو اسوي؟ راح ازيد، راح تصير هذه خمسة، راح ازيد الجي، كل ما انا خلصت البادي ازيد الجي. خمسة الحين جي، هل الجي اللي هي خمسة اقل من او تساوي الاي اللي هي خمسة؟ صح، خمسة اقل من او تساوي الخمسة، فراح يطبع لي كمان ايش؟ ستار. اوكي طبعنا، اذا راح ازيد الجي، راح تصير كم؟ ستة الحين جي، هل ستة اللي هي الجي، اوكي، هل ستة اللي هي الجي اقل من او تساوي الاي اللي هي خمسة؟ لا خطا، ستة مش اقل ولا تساوي خمسة، هنا فولس. اذا راح يطلع من هذا، راح يسوي ايش؟ نيو لاين، راح يصير مؤشر هنا، راح يصير مؤشر وين؟ هنا. تمام، الحين شو نسوي؟ خلصت البودي حق الفور الاولى، اذا راح ازيد مين؟ الاي. فالاي كم راح تصير؟ راح تصير الاي بستة. اوكي، هل الستة اقل من او تساوي خمسة؟ فولس، اذا راح يطلع من كل الفور الاولى، راح يجهز يخلص، راح يطبع لك هذا الاوت. تمام تمام، خلينا نطبقها بشكل عملي على اساس تكون الامور واضحه. انا طبقتها لكم هنا، حطيناها هذه الفور الاولى، اوكي، فتحناها وسكرناها، داخلها الفور الثانيه اللي هي هذه، هنا فتحناها وسكرناها جواها بس اللي هو الستار في مسافه، عشان تكون الامور واضحه، عشان لما يطبع الستار ثاني في مسافه. وبعدين بعد الفور الثانيه حطينا النيو لاين، لما سوينا رن تبي تلاحظون طبع لي الشكل التالي، نفس الشكل اللي عندكم بالله. حلو، اهم شيء تكون عارفين كيف تتحركون، وانه كل ما انا غيرت قيمه الاي اغير ترجع قيمه الجي بواحد، هذا اهم شيء نعرفه. تمام، نجي السؤال الثاني، وهو سؤال صراحه مره مهم، مهم جدا وحلو مره وسهل. اكتبي لي برنامج جافا يبغى يحسب لي الافرج. الافرج وش بنات؟ الافرج اللي هو المتوسط، اوكي، الافرج اللي هو ايش؟ المتوسط. والافرج اصلا دائما في كل لغات البرمجه وفي كل المواد عنده قانون ما يتغير، اللي هو المجموع اللي هو السم، اوكي، تقسيم الكاونت اللي هو العدد. يعني دائما الافرج عباره عن المجموع، اوكي، تقسيم ايش؟ العدد. فانا اصلا ما راح اقدر اطلع الافرج اللي هو المتوسط الا بعد ما اقدر، الا بعد ما اعرف عدد الارقام، اوكي، ومجموعهم، واقسم مجموعهم على عددهم راح يطلع لي الافرج. طب كم عدد الارقام؟ قال لك اوف 3 نمبر، يعني عدد الارقام ثلاثة عندي موجودين. عدد الارقام كم؟ ثلاثة، فالعدد موجود اللي هو كم؟ اللي هو ثلاثة. تمام تمام، انا عشان اطلع الافرج اللي هو مجموع على العدد، العدد عندي الحين موجود جاهز لعوض من ثلاثة. طب المجموع كم؟ ما ادري، لان اصلا ما ادري وش ارقام، انا عارف عددهم ثلاثة بس انا ما ادري وش ارقام اصلا هم، عشان اطلع مجموعهم. فقال لك هنا the number should be entered by the user. اها، الارقام احنا ما نعرفها، راح تكون مدخلة من قبل اليوزر. فبما انه الارقام راح تكون مدخلة من قبل اليوزر، اذا لازم انا اخذ الارقام من اليوزر الثلاثة دولي، اوكي، وبعدين راح اطلع مجموعهم، اوكي، بعدين اقسم المجموع على العدد. اوكي، هذا هو الاوتبوت اللي احنا راح نمشي عليه. اول شيء راح اقول ايش؟ input the first number، راح اطلع له هذه المسج انه input the first number، دخل لي، اوكي، فمثلا هنا قلت له دخل لي الرقم الاول، وقلت له دخل لي الرقم الثاني، دخل لي مثلا الرقم الاول 5، ودخل لي الرقم الثاني 4، ودخل لي الرقم الثالث 3. طب كم مجموعهم؟ 5 زائد 4 زائد 3 كم يطلع؟ 12. طب كم عددهم؟ ثلاث ارقامهم، ف 12 اللي هو مجموعهم تقسيم عددهم اللي هو 3 راح يطلع لك 4، فاذا راح يطبع لك الافرج هو 4. فاذا احنا الان راح نحاول نسوي اوكي زي هذا الاوتبوت. فنبدا من البدايه، داخل مين؟ اول شيء عرفنا السكانر انبوت يساوي نيو سكانر سيستم دوت ان، هذه لازم نحطها اوكي عشان اخذ قيمه من اليوزر. اذا انا راح اقرا ريد فروم يوزر، راح اخذ قيمه مدخله من قبل اليوزر، اوكي، يعني شيء راح يدخل اليوزر لازم نحط هذا السكانر ثابته، نحطها باول سطر داخل مين. بعدين راح نعرف ثلاث متغيرات، ثلاث فاريبلز من نوع انتجر اللي هم اكس واي وزد. ليش؟ لانه اليوزر راح يدخل الرقم الاول، اوكي، وراح يدخل الرقم الثاني، وراح يدخل الرقم الثالث. هذه الارقام يدخلها اليوزر وراح تخزن نحطها بالهواء؟ لا، لازم نخزنها داخل متغيرات. هو راح يدخل لي ارقام، اذا راح تكون هذه المتغيرات من نوع انتجر، يعني راح يدخل لي ارقام. فانا عندي متغير اكس، متغير واي، متغير زد. القيمة الرقم الأول راح يدخل اليوزر راح يخزنه في المتغير الأول، والقيمة الثانية راح تخزن في المتغير الثاني، والقيمة الثالثة راح تخزن في المتغير الثالث. بمعنى يعني هنا مثلا راح تكون x تساوي القيمة الأولى اللي هي 5، اوكي، مثلا y تساوي القيمة الثانية اللي هي 4، z تساوي القيمة الثالثة اللي هو شيء 3، اوكي.
فهنا اوكي عرفنا ثلاث متغيرات x y z كلهم من نوع انتجر وما عندهم قيم لسه في البدايه، ما ادري هو ايش راح يدخل. بعدين طلعت له مسج، كيف راح نطلع مسج باستخدام الجافا؟ عن طريق system.out.print، يعني راح اطلع مسج، راح يطلع لي هذه المسج اللي هي وش المسج الاولى، اول مسج ابغاها اللي هي هذه، هذا هو معانا الاوتبوت. اوكي فحط له هذه، فهذه اول مسج راح تنطبع اللي هي input the first number. اوكي بعدين بقول المتغير هذا اللي اسمه x ترى هو يساوي ايش، بحط جواته قيمه. كيف اخذ قيم اليوزر؟ كيف اقرا قيمه من اليوزر باستخدام الجافا؟ اقول input.nextInt، يعني input يعني راح اخذ قيمه من اليوزر، دوت راح اخذ منها قيمه نوعها ايش، راح اخذ منها قيمه نوعها انتجر، يعني راح يدخل رقم. فهنا عن طريق هذه العباره اللي هي input.nextInt، اذا انا ايش اسوي؟ انا الان كبرنامج انتظر قيمه مدخله من قبل يوزر نوعها انتجر. مثلا اليوزر دخل 5، الخمسة هذه ما راح تخزن، هي راح تكون 5، يعني هنا 5 راح تخزن جوا الاكس، اذا الاكس راح يكون قيمته 5. تمام. بعدين ابغى اطبع عباره ثانيه، وش هي؟ ابغى اطبع هنا العباره الاخرى اللي هي input the second number. اوكي فهنا حطيناها، حطينا الشيء برنت system.out.print عباره ثانيه، وبعدين y تساوي input.nextInt، هنا القيمه الثانيه راح يدخلها اليوزر، مثلا دخل خلينا نقول 4. اوكي 4 راح تخزن جوا الواي، هنا راح يكون 4. بعدين المسج الثالثة input the third number، اوكي حطيناها print. بعدين قلت له الحين الفاريبلز الثاني ثالث سوري اللي هو z، ترى z يساوي input.nextInt، يعني راح اخذ الان قيمة من اليوزر نوعها integer، مثلا اخذنا 3، الثلاثة هذه راح تخزن جوا z وراح يكون z قيمتها او قيمتها 3. بعدين عرفت متغير جديد اسمه sum، هذا متغير ايش جديد؟ اوكي عندي متغير اسمه sum اللي هو المجموع، اوكي يعني بحط فيه مجموع. ليش نوع انتجر؟ لانه انا عندي ارقام، لو بطلع مجموعهم راح يكون المجموع بعد رقم، يعني انتجر برضو، عشان كذا السم راح يكون نوعها انتجر. قلت له هنا وشو x زائد y زائد z، يعني القيمه الاولى اللي هي وشي 5 زائد الواي اللي هي قيمه الواي اللي هي وشي 4 زائد قيمه الزد اللي هي كم؟ 3. اجمعيهم 5 و4 3 راح يطلع المجموع عندنا اللي هو 12. فاذا السم راح يكون مجموع ذلك كلهم اللي هو كم؟ 12، راح تكون قيمته 12. تمام تمام. بعدين عرفت متغير جديد اسمه average، مثلا خلينا نقول average اللي هو average نوعه double. ليش نوعه double؟ لأن المتوسط بالعادة لما أنا أقسم يطلع لي شيء فيه point، يعني مثلا 5 point كذا، يعني احتمال يكون المجموع فيه point أو المتوسط يكون فيه point، فعشان كذا عرفنا double انتجر يعني رقم صحيح بدون double. أوكي بس average لا double، يعني لما أقول انتجر يعني رقم صحيح مثلا 4 5 بدون point، بس double لا يعني فيه point. أوكي ترى حتى على فكرة sum أحسن خلوها double. تمام. فالافرج عرفت متغير اسمه افرج، وقلت له ترى الافرج عباره عن ايش؟ اخذ السم، يعني السم اللي هو كم؟ اللي هو 12، وقسم لي اياه على 3 لانه عدد العناصر كم؟ انا عارف انه راح يدخل لي ثلاث ارقام، تقسيم العدد هو 3، المجموع تقسيم العدد راح يطلع لي 12 تقسيم 3 راح يطلع الناتج 4. اوكي فالاربعه تتخزن جوا مين؟ جوا الافرج، راح هنا يكون 4. بعدين هنا ايش قلت له؟ برنت اطبع لي، ايش راح يطبع لي هنا؟ راح يطبع لي دابا افرج فاليو، اوكي اطبع لي اياها، وبعدين زائد. لما احط علامه الزائد داخل البرنت، اوكي لما نحط الزائد داخل البرنت معناته مو اجمع لي، لا لما تكون الزائد داخل البرنت معناته انه ادمج لي اياها مع الشيء اللي بعده. وش هنا افرج؟ يعني عطني قيمه الافرج، كم قيمه الافرج؟ 4، فراح يطبع لك اياها 4.0. ليش يطبع عليها البوينت؟ انه انا حاط الافرج نوعه دبل، فراح يطبع لك البوينت. انا عارف ان المجموع 4 بالضبط، بس راح يحط لك بوينت 0 لانه دبل. اوكي والشيء الثاني بقى، احنا عارفين يعني بالجافا لما احط شيء داخل دبل كوتيشن راح يطبع لي شيء زي ما هو بالضبط، فراح يطبع لك هذه العباره زي ما هي بالضبط. اوكي ولكن لما يكون الشيء بدون دبل كوتيشن اذا راح يطبع لي قيمته، يعني هي ما راح يطبع لي قيمه افرج، لا راح يطبع لي قيمه الافرج، ايش قيمتها؟ اللي هي 4. تمام فطلع لي هذا الاوتبوت. شيء طبعا خلينا نطبقها بشكل عملي في برنامج، نروح عند فايل اللي هو برنامج اللي هو نوت بينز. اوكي طبعا افضل نسخه اللي هي 8.2. اوكي حملوها، اول شيء نروح برنامج الفايل، بعدين اقول نيو بروجكت، راح نسوي بروجكت جديد، راح اختار جافا، اللغه هي عباره عن جافا. نيكست اسمي البروجكت حقي، مثلا هنا راح اسميه لاب 1. اوكي نقول فينيش، راح يفتح لي بروجكت باسم لاب 1. شفتوا هنا بروجكت جديد. انا الان هل انا راح اخذ قيمه من اليوزر؟ اي صح، لاحظوا معي في البرنامج قال لك هنا السؤال انتر باي ذا يوزر، فلاني انا راح اخذ قيمه من اليوزر اذا لازم احنا في الجافا فوق اوكي نحط هذه العباره اللي هي import java.util، هذه ثابته نحطها. تمام تمام بنات، نحطها وين؟ نحطها تحت الباكج، شو الباكج هذه اللي فيها اسم البروجكت حقكم، تحطونها تحتها import java.util، هاي ثابته تنحط ما تتغير. اوكي
اوكي هل متى احطها؟ احطها اذا انا راح اخلي اليوزر يدخل قيمه بس. اوكي هذه الكومنت نمسح الكومنت ما نبغاهم، اي شيء كومنت نمسحه. اوكي ما نبغى الكومنت. نبدا الان في المين، ابدا نفس الشغل احنا سويناه، خلاص نسكر باقي برامج ما نبغاها. نبدا الان نسوي سيف، يلا نبدا الان نحط الكود حقنا عشان بس ما اطول عليكم، راح اكتب الكود راح ارجع لكم. اول شيء راح نسويه انه انا راح اعرف ثلاث متغيرات. اول شيء راح نحط السكانر، هذه اللي هي سكانر انبوت ساوي نيو سكانر سيستم دوت ان. اوكي نكتبها. فاجي هنا باول سطر عندي بالمين احطها السكانر انبوت يساوي نيو سكانر سيستم دوت ان. فاول شيء اذا انا راح اخذ قيمه من اليوزر فوق تحت الباكج احط هذه العباره ثابته، واول سطر من المين احط هذه العباره ايضا ثابته عشان اقدر اني اخذ قيمه واسمح اليوزر يدخل قيمه. بعدها راح اعرف متغيرات عندي ايش، عندي من نوع انتجر راح اعرف متغير اكس اوكي ومتغير واي ومتغير كمان زد سيمي كولن. عرفت الان ثلاث متغيرات. راح اطبع العباره الاولى اللي هي وش هي، هذه اللي هي input the first number صح ولا لا. فاجي هنا اقول system.out.print اطبع العباره الاولى اللي هي enter. اوكي اقول enter the first اوكي number. اوكي بعدين اوكي او نقول له يعني اصح نقول له input the first number، نفس العباره اللي عندكم هي بالضبط، دخل لي الرقم الاول. اوكي بعدين ادخل مين الرقم الاول، اول رقم راح يتخزن جوا اكس، فراح اقول له هنا اكس يساوي input دخل input يعني دخل لي يلا input dot ايش next int يعني دخل لي نوع انتجر، انا ابغى باخذ من اليوزر قيمه نوعها انتجر. اوكي فهنا راح اخذ قيمه من اليوزر وراح يسمح لي اني اخذ قيمه من اليوزر لاني حاطه سكانر وحاطه هذه. اوكي فراح ياخذ لي قيمه من اليوزر نوعها انتجر وخزن لي اياها جوا متغير اللي هو مين، سوري جوا متغير اللي هو اكس. اوكي جوا متغير اللي هو اكس. الان راح اكرر نفس العباره هذه، بكرر كم مره، بكررها مرتين، انا عندي ثلاث مرات، المره الثانيه هي مره ثالثه. بقول له هنا ام انتر ذا سكند الحين اوكي سكند نمبر، دخل لي الرقم الثاني وهنا خزن لي اياه بالواي. بعدين هنا دخل لي الرقم الثالث اللي هو ثيرد اوكي وخزن لي اياه وين بالزد. تمام تمام هنا سويناها ثلاث مرات. فالان ايش سويت، اخذت قلت له دخل لي الرقم الاول وخزناه، دخل الرقم الاول خزناه جوا اكس، وقلت دخل لي الرقم الثاني دخل لي الرقم الثاني وخزناه جوا واي، وقلت لي دخل لي الرقم الثالث وخزناه جوا متغير زد، وكلهم من نوع انتجر. بعد كذا وشو راح اعرف متغير اسمه سم، بقول انتجر سم، والسم هذا عباره عن ايش، السم يساوي اللي هو عباره عن اكس زائد واي زائد زد سيمي كولن. انا عرفت متغير اسمه سم اوكي، وقيمته عباره عن مجموعهم كلهم. لاحظوا معي علامه الجمع لما حطيناها بدون دبل كوتيشن راح تجمع لي، يعني راح ياخذ قيمه اكس المدخله من قبل يوزر، وراح ياخذ قيمه واي المدخله من قبل يوزر، وياخذ قيمه زد المدخله من قبل يوزر ويجمعهم كلهم ويجمعهم ويحطه بالسم. بعدين ايش ابغى، انا ابغى الافرج، فراح اعرف متغير ولكن هالمره من نوع دبل اوكي، واقول له اللي هو اسمه افرج، خلينا نقول اسمه افرج اوكي. ويساوي وش الافرج، عباره عن السم اللي هو مجموع اوكي سوري تقسيم مين، تقسيم العدد اللي هو مين ثلاثة عددهم صح، نعرف انه دخل ثلاث ارقام فلا تمام. بعدها ايش اقول له، بعدها راح اطبع مسج. وش المسج اللي راح اطبعها، راح اطبع هنا مسج، فاقول له وش المسج، بقول له المسج هي عباره عن، بقول له the average is، the average is اوكي the average is سوري is، وبعدين هنا احط علامه يعني بعد ما سكرت الدبل كوتيشن خلصت احط الدمج، يعني هنا الدمج ادمج لي اياها مع الافرج اللي هو متغير هذا، يعني وشو اطبع لي هذه العباره the average is اوكي خلينا نحط كذا، وبعدين ادمج لي اياها هنا افرج، يعني ما راح يطبع لي كلمه افرج لا، هنا بدون دبل كوتيشن راح يطبع لي قيمه الافرج اللي هو مجموعهم، راح ياخذ مجموع ويقسمه على العدد اللي هو ثلاثه ويطلع لك الحسبه اوكي، فهنا يطبع لي قيمه فراح يطبع لك الافرج. نسوي سيف والان نسوي رن ونشوف كيف راح يطلع لنا الرن. تمام لحظه معي الان اوكي، هذا هو البرنامج حقنا كله، هذا هو الكود كله كامل جوا المين، بس فوق حطينا هذا عشان اخذ قيمه من اليوزر. تمام تمام قال لي هنا انتر ذا فيرست نمبر، دخل الرقم الاول. لاحظوا معي نفس الاوتبوت اللي عندكم بالضبط، انبوت ذا فيرست نمبر، دخلت مثلا الرقم الاول مثلا دخلت خمسة بعدين أربعة بعدين ثلاثة، خلينا نقول نفس ارقام، دخلت اول شيء خمسة بعدين قال لي انتر ذا سكند نمبر دخلت أربعة، انتر ذا ثيرد نمبر دخلت مثلا ثلاثة، خمسة أربعة ثلاثة، وش طلع لي؟ طلع لي الافرج 4.0 نفس اللي عندكم بالضبط، دخلنا خمسة وأربعة وثلاثة وطبع لي الافرج اللي هو 4.0. تمام الآن إيش بقالنا؟ بقالنا عندكم السؤال الأخير، تمام بقالنا عندكم السؤال الثالث مهم جدا وحلو مرة نفهمه، فنخليه في المحاضرة منفصلة على أساس ما تكون المحاضرة طويلة عليكم.